السلام عليكم. تخيل ان المدير بتاعك يكون روبوت انسان آلي. ده اللي حصل فعلا في شركة مشروبات في بولندا، عين الذكاء الاصطناعي في منصب الرئيس التنفيذي. الروبوت اللي هو دوت ده خلاص بقى شغال ال 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع، اسمه ميكا، هو الرئيس التنفيذي وهو اللي ماسك الشركة، وما عندوش اي مشاكل في السهر، ما عندوش اي مشكلة في الشغل، شغال بكل جهد عشان يدعم الشركة، ما فيش عطلات، ما فيش استراحات لتناول القهوة، التزام على مدى الساعة طوال أيام الأسبوع عشان الشركة تكبر وتنمو. فتخيل إن ده الرئيس بتاعك، هو اللي عن الموظفين، هو اللي حل الأرقام، هو اللي عمل تحقيق البيانات. المستقبل هيبقى عامل إزاي؟ أكيد هيعاني من قرايبه، يعاين روبوت في الوظائف اللي حواليه على طول ان شاء الله، ربنا يستر. دي اول شركة تعين الذكاء الاصطناعي في الوظيفة، وبشرط الذكاء الاصطناعي يكون واخد شكل انسان او شكل روبوت، ممكن برنامج، ممكن صندوق، المهم ان هو يقدر ياخد القرار. بس هما واخدينه بس كده كشكل على اساس يقدر يتفاعل مع الناس والناس تتقبل ان في شخصية في منصب المدير العام. فهل الذكاء الاصطناعي هو مستقبل قياده الشركات؟ مستني اجابتكم في التعليقات.